أفضل قرار الرجال أفضل الرجال ده أفضل قرار هو القرار. بس إحنا دي قرار بس اوعى حد يقول لك ان القرار كان معمول ضدك. لا لا اسمع بس، ولا القرار ده معمول عشان انت ما تاخدش فلوس عشان الغرامات بتاعت اللي انت كنت بتحصلوها. بالعكس بالعكس، ده الغرامه هتزيد، الدخل بتاعك هيزيد. بس مين الناس اللي شغاله في الغرامه؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك، لا انت شغال على الماء على الماء على النظام، ليك حوافز زيك زي اللي على الشباك، ليك حوافز زي اللي على الشباك بتاعهم حتى الدخول. نقسم الغنايم والمصيره، احنا لسه خسرانين. لما نبدا نقلل الخسائر بتاعتنا، نقلل الخسائر، حتى مش قلت لك بايه نبدا نكسب، انا بقول لك نقلل الخسائر، نبدا بقى نشوف مين اللي بيجيبه واللي ما بيجيبش، اللي ما بيجيبش ما ياخدش، واللي بيجيبه ولا لا. هنعملها هنعرف. فانت دلوقتي ما تكلمش في المصيره، انت لسه خسران. بس انت شايف الوضع ازاي؟ شايف الغنايم ازاي؟ وانا نص دخلت بره، يعني انت خلي بالك، انا لازم احاسبك، انت لازم احاسبك كده ان انت ايه، ان انت مصر ان الناس تزوق عشان تاخد منها غرامه. اسمع اسمع اسمع، انت قلت محدش يتكلم، قلت اللي عندك. انت دلوقتي بتقول ان يا ريت نسيب الناس تخش تزوق، انا بقول لك انما في السجن. احنا بنبص على المجموع، بص على المحصله النهائيه، مش على مصلحتك لوحدك ومصلحه الواحد ومصلحه السكان اللي في الارض. اسمع بس الكلام، والا لما تشيكوا كلكم وتسيب الناس تركب بلاش، والله اكسب. انت عارف اكسب ايه؟ ما هي كده ما كانتش بتجيب. لما مشيكوا اسمع الكلام، انا بقول لك كلام، انا بخبي ولا بزوق كلام ولا هقول لك كلام ومش هعمله. انا بقول لك لو انت عايز تسيب الناس تخش تركب زي من غير تذكره، لما انا مشيك افضل. انت عارف ليه؟ هوفر مرتبك. هو كده كده بيخشوا، كده كده بيخشوا يزوقوا ويخشوا ما يدفعوش تذكره، واحنا بنخسر وبنخسر مرتبك. لما همشيك كمان فانا كسبت، ولكن مش هخسر مرتبك، ولكن انا مش هعمل كده. ليه؟ لان انت راجل محترم وراجل شايف احنا بنعمل ايه، وهتساعدني وهتشتغل، وبعدين نتكلم بقى